يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إيوا أشهد النسان ميال الإمام الترمذي أرسني التني هنكني أرتكرم الأخطاء الذنوب الخطايا غيض دزان ميال الحل استغفروني أغفر لكم. غصد يتما رنسور في الترجمة نيان الصحابي اسمه أنس بن مالك يشهد أيتما يورياز دار سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إنس يا رسول الله فيه خير اللصيط أوصني إنس سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أدور تغضبت إنس زيدي إنس أدور تغضبت إنس زيدي إنس أدور تغضبت. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أردتني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ونجت إزرا خير المنكر إسبدلت سفوسنس إغور إصدار إسبدلت سيلسنس إغور إصدار إسبدلت سلقلبنس وذلك أضعف الإيمان. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إنتاج المسلم الأمازيغي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيتما ديستما المتابعين عزان، أرشيف نسم مرحبا غبرنامج شرح متن الأربعين النووية. البرنامج اللي يتما أرجيس نتمون في المائدة الأحاديث من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن تنضرس السنة النبوية. أريد أن تختار الأحاديث اللي يسمون الإمام النووي رحمه الله أشكو ينكر الأحاديث اللي باهرة دارية القيمة غدي ربي سبحانه وتعالى. فبحمد الله سبحانه وتعالى كل مجلس أريد أن تخصص الحديث أو لا يلجز صغر الحديث يبين بأنه الحديث يحتاج أجر الحلقة. فالحلقة اللي زرنا يتما نساو ليس في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اللي غيتني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. غصد يتما بحمد الله تعالى ومنته رنسول في الحديث التاسع الحديث والستعود اللي دروا ينصحبي اللي فرن الجمعة أول مرة أخصي سداد التيان أبو هريرة رضي الله عنه. فرنغر يتما الحديث الحديث التاسع غلمت من أربعين نووية، ثم رنكتفي إن شاء الله تعالى غل حلقة يد فقط استرجم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. إذن الحديث يتما عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة مدين يتما أهم المعلومات اللي يخصه مسلم أتنتيسان في الصحابي الجليل اللي تسمى أبو هريرة. أبو هريرة يتما أبو هريرة أردي من تني خطة أتسمى الكنية أبو هريرة. الكنية اسمست سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة نغد أبو هر. تشهد يتما كلمة هريرة صغير من كلمة هرة، هرة بمعنى القطة أمشو إمزين صغير من كلمة القطة والهرة أي أنا يتما هريرة. فيتسمى أبو هريرة أشكو إكتين تلدرس يت القطة أرسيسي تعتني
اي لغي تلا درس الكونية نبو هريرة. الاسم سيتما يد عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر ذكر العلماء الحديث يعني الخلافي قوتن في الاسم، لكن غالي ستي شهر هو عبد الرحمن بن صخر. هي صغيرة القبيلة اسم الناس دوس، عبد الرحمن بن صخر الدوسي. الدوس دا يتما ديال القبيلة الزغ القبائل بلاد اليمن. وكان يتما والنجية يقرن إميكتين غا السير الصحابة رضي الله عنهم يغيس فلد الدوسي رديكتي يعني السيد اللي يتكلفنس القبيلة الدوس، الأمير القبيلة الدوس اللي كان الطفيل بن عمر الدوسي. طفيل بن عمر الدوسي يتما السيدة دي الأمير القبيلة الدوس. تقاتلت القصة وهو أنه يشيت مكة المكرمة يمدور اللي غدي يكشم غير ناس المشركين. ناس هاني اللي غدي يوريز هاني يا يوسحر هاني غيفة تارت سفلتي جماعة نس هاني رداك يسحر ركي سماغ الواردينك اسمك تمغارنك اسمك تروانك هاني ركي جد سبدل دينك بدان ارتزماون زخسي دين بي صلى الله عليه وسلم. إنك طفيل بن عمر إنك من كثرت ما يزمل المشركين زغنا النبي صلى الله عليه وسلم في غير اللي غدوتي غير القرصف. القرصف هو القطن، يسيد القطن يتما يقنزي سي مزيان باش ادوري ما قالت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اسفل ديك راه هو نسي سحرت. وكان هو اللي تقصد المشركين اتيان هو اتيان القران، اشكون القران سن الكفار للغاتهم العربيه الفصيحه انه هي الكلام اللي كان قوي من حيث البيان ومن حيث الفصاحه ومن حيث الحجه. فاخي اللي قصد فيه ينسن اتندي جور القران استاثيرنس اي اللي صدقن انه هي ولن ربي القلوب نسن وخاتور النان اي واحد اللي تشا خصوصا يزغ الامراء يزغ الرؤساء القبيله وراد تيني يسلم اشكر تيني غيسلم هو راندي سيسموني العداد مدن ذرا دا غيسكن المشاكل السياسة ولا غير اقتصاد صرا جاي السيدي دار بو الفلوس راس ندير صروف خير خير الحاج الامور التجاره سمكا اتكسد اتسلم مدد ليا اسم غورن كثر ما تكسد يخسلم غير العبيد الضعفاء اللي مزين. فعرفتو طفيل بن عمر الدوسي ارتي تبان النبي صلى الله عليه وسلم غدا من الكعبه يتزلى يزرت الطريقه اللي سيتزلى فاطارت انتباهه يحس الزليطا جور الانتباه تلفت الانتباه ما يسكر غير يكمل النبي صلى الله عليه وسلم زليط نس يوري ستيميس يتابعات الطفيل بن عمر الدوسي يفتو درس الناس السيانه يا ارجز لي زاسيك صد المشركين كذا كذا ما يقال الناس النبي صلى الله عليه وسلم يجيه الناس ابو الطفيل بن عمر الدوسي يعرض ما عندك اني ما درك الا. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام وقرا عليه القران. الناس هذه الاسلام هذا من ربي ما هي همس دو الشيخ نكي ارقص ربي ما هي الهدفينو ثم ها القران اللي صغاي السكسد للمشركين اللي سفلت. فاللي غيسفل الطفيل بن عمر الدوسي ربي سبحانه وتعالى اهلس القلب يفهم بانه الكلام المشركين هي غير التخويف ديال بين قوسين بلغه العصر هي الحرب اعلاميه في الدين ربي. وكان الحرب هذه تما تتغمى كل الزمان لنا لا زال الاسلام ولا زال المسلمون ارض توصف من الارهاب ارض توصف نسي العداد الاوصاف اللي يوري اللي نغطي ربي سبحانه وتعالى اللي صغي مسلما ينزيس براء كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. فاللي غي يسفل ديال الاخرين يتما يسلم ثم يفلس قبيلة دوس فعرض عليهم الاسلام فابوا حتى نغى القبيلة سيغوتي تبعه. فمن شدة غضبه يورث دار النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله ان دوسا قد عصت وابت هان قبيلتينو تعصيي ترفض الشمس الاسلام فادعوا الله على دوس دعوا ربي خير الدعوة اثنين يا سي ربي اتفلاسني الزوج ربي خير العقوبة اركيه غير الامير نسن اكتيني غاسن في غير الامر اتكون سكرن غير كان اللي غاسن ديوي غير الاسلام وليتابعان ادعوا الله على دوس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الى السماء فقال اللهم اهدي دوسا واتي بهم. وفلسني دعي
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما إهدى إدعى ربي سبحانه وتعالى أتنهدوا اللهم اهدوا وسن وأتي بهم. ثم الناس يا طفيل أدعوهم وارفق بهم سكر الدعوة ربي سل خاطر تفيت الخاطر يمدني مكسيميك أرتفون ظلمات الشرك سل أنوار التوحيد الإسلام. فعلا يوري طفيل بن عمرو الدوسي بعدما أسلم في السنة السابعة من البعثة، يعني يسلم اللي إلا دار النبي صلى الله عليه وسلم 47 عام، يعني العام اللي غيبدأ الحصار، الحصار من الشعب، شعب أبي طالب اللي كانت 3 سنين، السنة السابعة أرعام الحزن، السنة العاشرة من البعثة، فيفتى ثم الحمد لله بدا الإسلام نشر القبيلة الدوس، فارتين العلماء بأنه 80 زغ البيوت دوس رحل كلس المدينة السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد غزوة أحد يرحل الطفيل بن عمرو الدوسي ديال العارض قوتني مسلم فتان المدينة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزغرقيس، أي اللي غيقدر ربي سبحانه وتعالى الطفيل بن عمرو الدوسي أي موت غير حروب الردة اللي غنساول في الحلقة اللي زرين اللي يسكر أبو بكر المرتدين دولي من عن الزكاة. القبيلة ديتما الزغير أبو هريرة، أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صغار قبيلة ديتما، فالقبيلة ديتما غيقول لنا ينشرقيس الإسلام، لكن أبو هريرة أريهاجر السنة الثانية من الهجرة، وإنما يمطلسل فأريهاجر أي اللغ دارس 28 عام السنة السابعة من الهجرة، وكان السنة السابعة من الهجرة أرست من العلماء السيرة النبوية عام خيبر، العام اللي اختوقع الغزوة الخيبر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود المنطقة اللي تسمى خيبر. فأبو هريرة خلي لنا إنكر دغل قابل ندوس هي يتيم، يعني الطف غير مس بس يموت، ثم يسلم وعمره 28 سنة السنة السابعة من الهجرة. مزيان اللي غيسلم السنة السابعة من الهجرة من شكتوش قوسي يزري بنبي صلى الله عليه وسلم، يزري ليس 4 سنين أشكو النبي صلى الله عليه وسلم يموت السنة 11 هجرية، السابعة 11 بمعنى يزري ليس 4 سنين. مزيان 4 سنين ديت ما ماشي يا صغير الصحابة يا غير صغير الدكان للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يا ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، إيمون بالدادي صغيط نربي لوزنز إزداخت مزيدة أشكور إذا أريد طف كان دي همي ما غايت زغ، فإيا عذاب يدور يعني اخت مزيدة يزغ أهل الصفة يدور يتابع النبي صلى الله عليه وسلم غنم زجيد ولا غير فوقس كان الغزوري كان البلص أعرف لاسي تقياد الأحاديث. نذر عمره المشروع اللي يسكر التاروك الدم والنس هو كتابة السنة، فيتميز أبو هريرة سعيا لعدد الخصائص الخاصية مزوروت، هو أكثر صحابي يروى الأحاديث في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي اللي طفن الميدالية الذهبية، الصحابي اللي كشم غل موسوعة أعلى رقم الأرقام القياسية غميت غرواية الحديث، خلينا نستفيد من كوني البطل الفائز بالرتبة الأولى الحاصل على رقم في موسوعة جينيس لما تسمى حتى بدنا دايت درس الموسوعة، ولكن ماشي تيني جينيس الموسوعة من ربي سبحانه وتعالى، الصحابة دايت ما خول دياني مغ الدرس لي المشروع على عمر نس، خول دياني مغ أي يجي العمر ستزرغ يا الباب صغر أبوه من الدين، كل الناس كان الفرائض ربي، لكن أنت فتقول ديني تخصيص غير الحاجة أبوه رأي ربي تخصيص ربي التويسن صلحفظ الأحاديث من سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أي اللي غي أكثر صحابي رواية الحديث، أرتين العلماء بأنه يرواد في سيد النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديث، 5374 حديث غير 4 سنين، يعني في كل عام بالتقدير اللي تروى في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف حديث، وقت نتدى لحديث نهار أي تقيل أبو هريرة في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي اللي غي أكثر الصحابة رواية الحديث، وكان يتمع إذا نخص بعض الصحابة ويفات نذكر اثنينيا الصحابة اللي يتروان لأحاديث من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، درنا أبو هريرة
ثم عبد الله بن عمر، ثم أنس بن مالك، ثم عائشة رضي الله عنها، ثم عبد الله بن عباس، ثم أبو سعيد الخدري، ثم أنس بن مالك. غويل هيتما أيام سبعاد الصحابة اللي تروان لحالي النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هي المعلومة دي هيتما يفتن ذكرت الدروس اللي يسرين. أبو هريرة تنقسني يان رقم واحد غير اللي فيتني يان ناظم غير المنظومة يرت إنه وسبعة من من الصحاب قد رووا، وسبعة من الصحاب قد رووا من الحديث فوق ألف وواعوا. إنك سبعة من الصحابة روان وقرن ألف حديث، أولهم أبو هريرة الأبر. أول واحد يسمتين هو أبو هريرة، أولهم أبو هريرة الأبر، والثاني عبد الله وهو ابن عمر إلى آخره، ثالثهم أنس إلى آخره. إذن أبو هريرة بس التميز هي أكثر صحابي رواية الحديث. من شكل الحديث ديروا من شكل حياته فأتفت غلولس عن أبي هريرة رضي الله عنه 5374 حديث، زيسن 326 حديث متفق عليها، يعني روتي البخاري ومسلم 326 حديث. إذا ناخذ 93 حديث انفرد بها البخاري، إذا ناخذ 98 حديث انفرد بها مسلم. 1000 حديث وسوكس 5000 حديث غير 4 سنين. أرتين ميدن ما ملكي سكر أبو هريرة غير المداد اللي قصرن أي سمونه ذي الأحاديث. ما هي السر؟ السر يتما إيجا ثلاث الحوايج. أولا خلينا الساعات لي ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. إيجيور ختم زيدة، إيجيور أهل الصفة، يصبر في الجوع، يصبر الرسي اللي ورتي تهلك وذن ورسي يميس، إيجيور ختم زيدة ما يسخير يقبل سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يلازمت. إيجا الزغل فقراء الصحابة أريد يور ختم زيدة إنك كتين من كثرة الجوع اللي يترين أرتربة غزران فوديسينو من كثرة الجوع اللي يترين أريزران الصحابة أرتممضة غوكين أرتغد نزيدي الصرع إزيدي الجنون وما بي إلا الجوع أوري اللي ميت لواحن سوكين أرغين تممضة قبل الجوع اللي يترين إنك يمضر فغاغد ينغي الجوع مقرى أبو بكر الصديق سقساخت غيت الآية ناس بتي الآية أبو بكر شرحيت وما عندي هدف إلا أن يطعمني وردني كين الآية تغات سقسا يسري غيني الله سيمي أريك تشرحاغ يمودي سيمي لعل وعسى يفكر المكلمة تلتا يزري وري جوب يشكد عمر بن الخطاب حتى أنت نفس الأمر وريفه وريفهم ما المقصود أنه لم أكل عنده طعاما اللي غير مقرر النبي صلى الله عليه وسلم زري يفهم ما يغل يوي النبي صلى الله عليه وسلم سيمينس نفني القدح يعني الإناء يس اللبن اللي يسغو إن النبي صلى الله عليه وسلم سير غرض أهل الصفة كلتن وكان أهل الصفة تقوتن أنا زرين 70 واحدة تين علماء إلا كميتين النور كمنا 400 واحدة ديان إن سنت غرى سنت يلقيد هاي الإناء اللبن أكثر من المعجزة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يغرس عند أبو هريرة الناس النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يسقيهم واحدا واحدا في كاس أتسن ورس الناس يزور هي الناس الزور نتني أرسني يكا أبو هريرة سن أرتشبعا ينسيا والقيد حكما هو وقت ميك مليوريز يسي ويرض نيسو أرنت فالقيد حقيق الليت كأنه أرز يزيد تقصتك الحشد أي اللي كل يكمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب أباهر سو قال فشربت حيد اختر الرخصت قال اشرب عود غير دخص غير اخشبع فأعطيته فقال لي في الثالثة اشرب فرس غير لي خسر الزرع اللي غيرنا زيد قلت والله لا أجد له مثلك أرسول داري ما غنسول تكاخي الحشت صافي الباع أرس غير لي اخشبع بيال القدح يال الإناء اللبن يسوي سابو هريرة يسوي النبي صلى الله عليه وسلم الأخر سن جميعا الصحابة أهل الصفة وهذا من معجزاتي
وبركة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما خافي تحفظ أبو هريرة بزاف، إيمون بدا يلازم بدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تسند، لأنه قدر الملازمة ولكن تقدى واحدة. تسند هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، يدعى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أدوري تغيلم يسفل الأحاديث. ينظر أبو هريرة رضي الله عنه ورتني، قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، أريكس في تغيير العدل أحاديث تنتطوغ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسرح جويني لتلسيت رداءني. قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت بعد ذلك أبدا. إدعاس النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي حاجة العلم أرسي سفل أبو هريرة دار النبي صلى الله عليه وسلم أستلريتو فزغص نجوت أبو هريرة خير الحديث يسفل دار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما ديوين القوة الحفظ أبو هريرة العدد قلت الأحاديث ثلاث المسائل، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم ملازمة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أبو هريرة يتحفظ غير الأحاديث، القرآن يحفظ الدور تحفظ إيه يحفظ حتى القرآن. ما كان الصحابي اللي صغر أبو هريرة صغرت أبي بن كعب. أبي بن كعب تنيا شيخنا أبو هريرة القرآن العظيم، ثم أبو هريرة صغر القرآن العدد الصحابة زيسن أشهرهم عبد الرحمن بن هرمز. عبد الرحمن بن هرمز تنيا يسين القراءة يعني زغ التابعين. فأبو هريرة أبو هريرة يمست فع أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا. إذا أبو هريرة التميز الحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، نا من يدك الحفظا إكد لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. مسألة تانية تميز أبو هريرة هو حفظه للقرآن، ماشي يحفظ غير الأحاديث، حتى القرآن يحفظ. تسكر التيتما هو أبو هريرة إيان الشخص اللي تيسانس العبادة الكرام، داس العبادة تحسن الخلق. زغ العبادات أرتنين الصحابة بأنه إكتن داس يال الخيتم قورن ديس 200 انتير ديس 2000 عقدة 2000 تيرست تيزو تلكن تسبيحة تقين تسبيحة تغير الخيط. فكان يسبح به في كل يوم، يعني أبو هريرة يحرص على الكثرة من ذكر الله، يكثر من ذكر الله، أي اللي غتين العلماء بأنه غير الاستغفار أريس يسكر أبو هريرة أكثر من 7000 استغفار في اليوم، إلا من 12000 استغفار كنا غير 7000 هذا، لكن العلماء 12000. الصحابي دي النك دار السيال الخيط يسكرني 2000 تسبيح كل نهار 2000 7000. إذن يسبح الله تعالى ويستغفره ويذكره بالآلف. ولا يتمين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. المسلم تريد تقنعه أيتي الحمد لله 100 مرة، استغفر الله 100 مرة، أي تحاول يترك ربي يسلم مئات الألوف. خصوصا هي الشخص اللي يتفرغن إلى علم في الوقت اللي يمقرن يتمزيدا يفكس ربي سبحانه وتعالى النعمة الاستيان أن يكون لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك يتم صغر مميزاتنا أبو هريرة أنه هو وزوجته بعدما تزوج وخادمه كانوا يقسمون الليل على 3. تتمغر دخ الدمس أتقسم على 3، فيقوم أحدهم أول الليل ثلث الأول من الليل، ويقوم الثاني الثلث الثاني من الليل، ويقوم الثالث الثلث الأخير من الليل. أربع الضون إيض على 3. مثلا أريدت ودان العشاء خص تعود نضيض، أريدت ودان الصبح خص تنصبح، ما بين الغربة الصبح ما بين العشاء الصبح وغادي نضيض صغر مغربة الصبح. أريدت نتقسم على 3، يعني يسن أريد تقوم أريد تزل الثلث الأول إيجن يعقل دوي السين، يزل الثلث الثاني من الليل إيجن يعقل دوي السكراد، يزل الثلث الآخر من الليل. يعني كان يقوم في كل ليلة ثلث الليل. إذا مشتغل بحفظ الأحاديث، حفظ القرآن، يكثر من ذكر الله، ثم يقوم في كل ليلة ثلث الليل. كذلك يتم إميز ربي سبحانه وتعالى أبو هريرة سيد الصفة اللي باهر يفرك نغدينا أستيان الصفة الكرم، يعني وريسي للبخل.
وكان يتماثيق لنا أبو هريرة ويزغ الأغنياء الصحابة زند عثمان بن عفان زند أبو بكر الصديق زند عبد الرحمن بن عوف يزغ الفقراء الصحابة ومع ذلك وخا الفقر يزغ الكرم باش نفهم يتم بأن الكرم ماشي هو الغنى ما هي الإنسان هي كريم ماشي بالضرورة أي الغني عذر التكرم أوه الكرم هو الإنسان غير الذي فكر ربي سبحانه وتعالى أن يجود به سواء يقوت أو لا أو لا يدرس فأنت يتميز الصفة إكرام الضيف أريدتني يزغ الصحابة كان من أكثر الصحابة كرما للضيف أبو هريرة فقد نزلت عليه بالمدينة 6 أشهر فلم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على الضيف منهم إنه جورا غل مدينة 6 شهور ورجد نكي نزرا خيروريز لي تقوم سلحق الضيف زند يتما خيش لي تقوم أبو هريرة رضي الله عنه كذلك يتما صفة اللي باهرة يعدلن در أبو هريرة بره بأمه نيه اليتيم يموت بس يمزيسون ولكن مس يعيش ديس فالأم سيتما تيا أم غلول ديا مشركة تاوي أتشمس الدين الإسلام يقبل تصل خاطرات دي ما يتنصح تاوي أتشمس الإسلام أي اللي تجرى يمدور أتنا خسيد النبي صلى الله عليه وسلم يوولي ويعدلن دو تسبت زعما تنجسن دلما عدن ستوريين فيفتى أبو هريرة أريلا در النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله إن أمي قالت فيك كذا وكذا هن ما تنهي كرن دلما عدن ستوريين يا رسول الله أدعو الله أن يهديها دعوة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أوريغ الدوني تادي أتقدم غير أمي نكا الهدية أعظم من استهدو ربي سبحانه وتعالى سيدي الإسلام خصوصا إغاز دعيت يا رسول الله فإذا عاس النبي صلى الله عليه وسلم سلي هداية فيقدر ربي سبحانه وتعالى غصا نسول يوري أبو هريرة سيمينس يا في المسار تدول أرتغتسل باش أتشهد الشهادتين تكنيت الزغ الصحابة اللي يعيشن غزمان سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إزرت يتم الإنسان وأني حبا كران الشخص إزرت يقوق النفو غرصن ربي يخصي ماغ أجس يمز أرتي دير رسو غرص ربي سبحانه وتعالى ميد ديالي يتم أريد من أغماس ولتماس باباس الناس يعزى درس ولكن يتم أريد من يفرط غدين ربي سبحانه وتعالى وريت ما غير ينسى الذي يدعو ولا تتنصح بالتي احسن او ريمني وريت دين ربي سبحانه وتعالى اوه يغدرك يعز بابك ولا ماك ولا غماك ولا ولت ماك ولا تجرنك ولا مداكلنك اريت ما تبتنا وريت زلا اي ورتي تو دي فلان ليست مناغيا مداكينو ولكن وريت زلا وهو حاول ما امكن اطبقت المحبين على ارض الواقع قسما منك النصيحه انا تودي انت عزي الداري هانك كيورات صورغ ما ملك كار تزلخ يورا تزلط ما ملك كيورا ساخ الشرب كار تيتسات ما ملك كيور تبلخ كار تبلات ما ملك كيور تاكور كار تاكور هانك كيخي داري تعزيت ري غديك منا غيكين دوري تفطحت ربي سبحانه وتعالى ري غي غنسفل ديال دان ان منكي ليك سم ديال الظل وري غي كيتمنى دا غرفتو تكرا البلاصه لي ستوريين وري غي كيتمنى دا غرفتو توصل البلايص اللي غلام بلي تعصون ربي سبحانه وتعالى وري غي كيتمنى دا غرفت ولا تكميت ولا تاكورت ولا تكرا المعصيه غنختار يتميل المحبه تختدي يعني الوفاء الى الوالدين ولا الاخوه ولا الاخوات ولا الاصدقاء ولا الجيران ولا جميع الاحباب اللي درنا غلان اما سكتيني كين دونيت فالانسان ولا اللي كيرهم الدكل يخصه يحاول ما يمكن افلاسي اطر يرتيد صغرس وفره ف اختي دا يتما ايا اهم صفه تلك قران لنا هو انه هي السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعي الأمس أي اللي تكشم غير الإسلام فوقت ما نكشم استرمس أرستني رحمك الله كما ربيتني صغيرة يا ربي أكمل رحم ربي يغفران يسامحام يجزم أشكو تربتي زمان مزيا أرستني رحمك الله كما بررتني كبيرة لكي رباخي لختم الزيت هي أي وحنا أريد ترارت البر الزغماء 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 يعني الزغماء الطمزيه اللي خنقرت رحمك الله كما ربيتني صغيرة أرستني رحمك الله
كما بررتني كبيرا. فالله الله في بر الوالدين، والله الله في بر الأمهات، والنذرت لا خير الأم يحاول ما أمكن يورضنس، يحاول ما أمكن أزيس لسفريد أبل الدعوات فلهي. فهن الدعوات الوالدين يتما الدعوات الأمهات هن تفتح خير البيبان اللي يمكن أتني فتح أبل الدعاء الوالدين. الدعاء الوالدين درتين السحر ديان تأثير إحلال، أن السحر إحلال هو الدعاء الوالدين. يا العداد اللي بيبان هان نور نرسم ربي سبحانه وتعالى أبلا الدعاء الوالدين الصالحين إتروانسن. رغد جون أختما غاية تملح القائد نبو هريرة سيطلق قصة، يطلق قصة وهو أدى أبو هريرة الزغل وظائف اللي سيتميز هو أنه أحيانا أرسي كان النبي صلى الله عليه وسلم كرا الأمانات، كرا الأمانات أرتني حضو يام الدورة يتما إفكاس النبي صلى الله عليه وسلم كرا الفلوس الصدقة إن سرّاس البال هاتني ندرك. فيويتنا أبو هريرة درس يحرصن يقابل نضيض يميك اللي غيّن يسفلد أن يروم خاري تاكل الزرف لسان من الصدقة إن كرد يمست إن ترد تاكل الصدقة يبو سلمن الزغل أمنا لي في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أرفع عنك إلى رسول الله أكام زخر فاخ أسكام على الفجر أكام أغدر النبي صلى الله عليه وسلم إن سوريا زل أمخارا لي تكون يا ربي سامحي أتي يغل فقير ورداري والو داري العدد نتروى أتي صبرا غير اللي غرمي غانا فني يغفو سينو سامحي أهن ورد سوري والريخ أهادي والتوبة ورد سوري والريخ ما يجرى إفتى أبو هريرة در النبي صلى الله عليه وسلم غدا الفجر ورتيني والو أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا هريرة ما فعل صديقك البارحة ميسر مدك لي أتى أبو هريرة تسني ولو النبي صلى الله عليه وسلم يساني زيوش يوم خران دار أبو هريرة رضي الله عنه. فاللي غسل نخيك يسن بأن ربي سبحانه وتعالى الزوز الوحي في النبي صلى الله عليه وسلم يخبر القصة يخبرت بأنه أمخران نصدر أبو هريرة إنس يا رسول الله قال بأنه فقير وأنه ذو عيال إنتي غير فقير داري تلوى وحالف أن لا يعود إني وردت لي ورغم مثل النبي صلى الله عليه وسلم إن سكذبك وسوف يعود رسك دوه بطول تمند أسكر الدلاء يوري رأس البال. الليلة الثانية إغنى أبو هريرة إسن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إسن بأنه رد يوري وفعلا غير زري الوقت ضيض يوري الدوم خارن رضا يتكر إيه اللي كرد أبو هريرة يمست الناس يكتني تيد يام ورد سولي وريغ إعاودة سارت داغي ضل بخيك اللي تني أي اللي غستحنا تسمس صافي تلقى صدق إن الصافي سام حياتي غير الفقيرة دي غداري تروى كذا 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 يفتو أبو هريرة رضي الله عنه لليلة الثانية دار النبي صلى الله عليه وسلم غير الظل الفجر إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صديقك البارحة قال بأنه فقير وأنه ذو عيال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبك وسوف يعود الناس هان يسيطب هان أراد ذا يوري قال أبو هريرة فعزمت إن رجع أن أرفعه للرسول صلى الله عليه وسلم إني غضرت هذه خطصة المزاغ ولا لستلقى أتي ذا وغنى بسلم أقف لسيحي وفعلا يعس أبو هريرة إيهن وفعلا يشد ومخارا يامست أبو هريرة أرتي صحور مون مرة الثالثة وراسي سامح الناس يغل فقير وراسي سامح الناس داري تروين وراسي سامح صافي الناس تلقاك الدور المرة الأولى تلقاك الدور والسين غصة دورة لك تلقاك وخات نيتين لك عشب. فاللي غيصنوا مخارا بأن أبو هريرة رتيمز رتي ودى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ألا أعلمك شيئا من الخير استريت لك سع المغ يات النصيحة ديات المعلومة اللي يصل الخير شوف تيت ما أمخار أي سعلم أكثر صحابي روايل الحديث بس إن أبو هريرة الناس علمني شوف تيت ما أتسن من الحرص الصحابة في الخير ورس إن أبو هريرة ما ريت سعلمت أكي الصحابي اللي كله يروان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم شركه مخار اللي خشوم زاغي كاتري تعلمت الدين اي تينيت الفوائد
أجي العلم ندري. شوف تيتما الحرص من الصحابة في الفائدة العلم. إن سودي ماشي مشكل غير يتعلم تكرا الفائدة ريك تلقى ركي تجي. الناس ريزن أم خرن. الناس إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك شيطان. الناس إشارة نصيحة وقت مرت ينت غر آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نصغر هذا الكرسي هني اختيت غريت أردي التشريع الملك يبيد دغيق ويونك أردي فلحان دريت تجيك رانش الشطر كي نقرب. لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك الشيطان. غير السفلد أبو هريرة المعلومة يتلقص يفتد النبي صلى الله عليه وسلم. الناس النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صديقك البارحة. الناس يا رسول الله توم سخط عولا ريك تذويغ لكن هميسعلم ورسي النبي صلى الله عليه وسلم الدرطة صدق كذبك وسوف يعود. إن صدقك وهو كذوب هان غن أم خرية هان الكذبية ولكن غصة هان إكك غرص صدقك غانك إن الصحتية بمعنى أرنت سفات صغر حديث أن صغر أذكار النوم اللي فول كيفو مسلم أن يحرص عليها هو يقرأ آية الكرسي قبل التويت باشي أدش في الملائكة بيد نسي جوه يونس الشياطين لا سكن تسع أشكو الشياطين الملائكة أن نرى تحضر نغاية البلاست البلاست لغا تحضر الملائكة أريس رقول الشياطين البلاست لغا تيجات الشياطين ورست مقرب الملائكة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من صديقك منذ ثلاث ليال إسنت ما يعني أوركي زالي دقيت الشيان تلت أيام إخراض وضانايا. قال أبو هريرة ما من هو يا رسول الله؟ قال ذلك شيطان. لسان الشيطان عندي شندري الشيطان جني تلبس في صورة الإنس. عن الشيطان له فيها سر بمعنى المعلومة يا هاني ذكرك الشيطان اللي يسن القوة تأثير آية الكرسي يسن ما تذكر آية الكرسي الشياطين بمعنى هاني فيها هي سر ديت نقطة الضعف اللي دفن الله فاستغلت تحرص في الناس. فما يجينا يتمشي هذا القصيد هو ما غيهم من نكوني الفلوس ولا الشفار ولا ما غيهم من كل ذلك القصيد هو نماغ أن أي بلاصة أرزيس نتستفاد كل حاجة اللي غيت نفعن خطلب العلم الشرعي أفلس نحرص. ثم الإنسان يتم أي حرص يقرأ آية الكرسي دائما وأبدا قبل أي أشكو يسير لعدد الفضائل الكودية أعظم آية القرآن العظيم يوخت لي تمائيًا أهم المعلومات اللي يسير ربي سبحانه وتعالى أتنديت أنهم ذكر غالحلقة يد الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى رنغر نمثل الحديث دوال نسيد النبي صلى الله عليه وسلم نحاول أن ذكر بعض الفوائد اللي ذكر العلماء أترحم ربي سبحانه وتعالى يسمحه ونكتفي أي تماء بهذا القدر وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إنتاج المسلم الأمازيغي.